هذه الكفتة صارت جاهزة بألف صحة وعافية علينا وعليكم، صياما مقبولا وإفطارا شهيا. يا مرحبا، حياكم الله، سعد أوقاتكم، كيف حالكم وش أحوالكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح العمل. بجهز كفتة البطاطس بالدجاج، عندي كم حبة بطاطس أسلكهم مع شريحة ليمون، بعد ما يستوي تماما أهرسه بالهراسة أو نبشرة، وجهز حمص الدجاج، عندي بصل وفلفل بحمسهم مع بعض مع ملح وبهارات أكيد، تكون دجاج واللحم كله واحد. بعد ما يستوي البطاطس نخلطه مع الدجاج، نضيف لهم كزبرة وبقدونس ونشكل مع شكل كرات، نحطهم في البيض والبقسماط، نقليهم في الزيت، وبالعافية علينا وعليكم. وبسم الله توكلت على الله، بفرم البصل مع الفلفل، ممكن تحطون بس بصل وثوم إذا أنتوا حابين. الفرمة هذه جدا ممتازة، تفرم لك بالدرجة اللي تبين، سواء هذه أو اللي تلف، كلهم حلوين. بسم الله. درجة الفرم ناعم حسب اللي تبون، الخشن تبون ناعم، للورقيات، للملفوف مثلا أو غيره، جدا ممتازة ومريحة وسريعة. بسم الله توكلنا على الله. زيت الزيتون، نفس البصل والفلفل يتحمر شوي، ممكن تحطون البصل أول بعدين الفلفل، لكن نسهل الأمور بعض الشيء، كله واحد نختصر الوقت. حطيت الدجاج مقلب، ضيف الملح، بودرة بصل وثوم وبابريكا وبزار، فلفل أسود وكمون وكزبرة، أي بهارات مشكلة عندكم. هذا ممتاز للحم أو الدجاج، يعني يفككه لكم بكل سهولة. حركة لين يستوي تماما وما يستوي فيه موية أبدا، يعني يصير ناشف بالمرة. ننتظر البطاطس تطلع إن شاء الله، نهرسها ونخلطها مع بعض ونشكل الكفتة. تقريبا الآن مستوي، ما فيه موية أبدا، ناشفة. طفي عليها، ننتظر البطاطس يستوي، نجهز إن شاء الله معكم الكفتة. أرجع الكفتة، نهرس البطاطس ونضيفه مع الدجاج المحموس والبقدونس أو الكزبرة. الهراسة جدا ممتازة، تخلي البطاطس ناعم. نجهز الكفتة، الدجاج، البقدونس وكزبرة وبطاطس، نحط عليه شوي فلفل أسود، شوي ملح، ونخلط المقادير كلها مع بعض. تقريبا كمية الدجاج أو اللحم مساوية لكمية البطاطس. أقول باليد أحسن. نرجع للكفتة، شايفين قوامها ما شاء الله متماسك. تشكلون حسب الرغبة، تبونها إلى كور صغيرة تشكلونها إلى كور، تبون تحطون فيها حشوة، اليوم ما راح أحط فيها شيء، عيالي ما فضلها بالجبن، يفضلونها كذا، يعني تخلونها إلى كور صغيرة، تخلونها أصابع كذا، تبونها أقراص، يعني تشكلونها بالطريقة اللي تناسبكم، كلهم حلوين، فشكلها بالشكل اللي يعجبكم، أنا بشكلها إلى كور. بعدين نحطها في البيض والبقسماط ونقليها إن شاء الله في الزيت وقت المغرب إن شاء الله. ك
الفلفل وبعدين نحطها في البيض والبقسماط. بسم الله توكلنا على الله. خلصنا تكوير الكفتة، نحطها في البيض والبقسماط. جاهزة للقلي، أدخلها الثلاجة شوي تقريبا كذا 10 دقائق ربع ساعة، بعدين أقليها تتماسك مع البقسماط شوي وبعدين تقلونها. بالنسبة للبقسماط اللي عندي باقي التوست، أجففه شوي وبعدين أطحنه، أو تطحنونه ورطب وتجففونه نفس الشيء، أو ممكن تحمصونه في القلاية أو في الفرن وتطحنونه، يعني ما أستخدم شيء من برا أو جاهز. باقي التوست، باقي صامولي، باقي خبز عندكم أطحنوه ويجيكم بقسماط. ان شاء الله نقليه بعد ما برده. بسم الله توكلنا على الله، نبدا نقلي الكفته. بسم الله تحطوها في الزيت، لا تقلبونها ولا تكثرون بعد، خلوها كذا شوي. اذا شفتوها بدت تتحمر خلاص حركوها وقلبوها عشان ما تتفكك معكم، أول شي تمسك بعدين تقلبونها بشويش. شايفين ما شاء الله كذا ما تتفكك معكم ولا تفرط عليكم. لا تكثرون الحبات في القلب. شايفين ما شاء الله تبارك الله. نكمل الباقي ان شاء الله بنفس الطريقة.